شافته على لا مؤاخذة في مكان فراش الزوجية مع ستات، وطردته بره البيت لأن البيت بيتها والمحل محلها. وكانت هي متبنياه لوجه الله من بعدي. الحاجة وتم طرده بره. والست اللي هو مسكته معاها تزوجها علشان البلبلة والكلام ده. قالت لي كمان إن في حي المنصورة، البلد المحترمة اللي فيها أزهريين ودكاترة وناس شريفة، قالت لي عشان هو شاذ انفضح هناك، فهي خدت منه المحل علشان سمعة بناتها. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هو كان بيمارس مع مراته رجالة وبنات. الله، ايه القرف ده؟ الكلام ده مسجل عندي على الاتصالات وانا مسؤول عنه طبعا، مسجل عندي وهعرضه. كلامها هي؟ كلامها هي، كلام مراته يعني. طبعا. والنقطة التانية، وهي اللي قالت لي على فودافون كاش. طيب. وقالت لي كمان ان هو معاه كروت شحن لا يقل عن 50-60 كارت. طيب. عشان بختم. فضل. رسالتك الاخيرة، لو انت هتوجه لها وهي هربانه. أيوة. رساله وتوجه لاخوك. وبرضه هنشوف. أوجه. لو في صوره ليك لاحمد معاها وش كده يا استاذ شاكر، او صورتها هي، بنشوفها بعد اذنك. اتفضل تقول لهم ايه؟ اتفضل تقول لهم ايه؟ تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا اكره الشخص بل اكره فعلته. فانا اناشد ام الاولاد لوجه الله سبحانه وتعالى أن تبادر وتسارع، ودي آخر فرصة عندي وعند القانون وعند السيد النائب العام وعند السيد وزير العدل. تسلم، تسلم نفسها يعني بكل صدق. لا، أنا بناشدها إنها تبلغ عن الشبكة. ولو بلغت عن الشبكة أنا كزوجها تنازل، وأنا مش بتنازل ضعف. هم يعلموا جيدا. يعني أنت عندك استعداد تسامحها؟ مش هسامحها إنها تعيش عندي. مع احترامي ليه. ولكني اسامحها لوجه الله تكون شاهد ملك في القضيه فقط لا غير. يعني انت بتوجه الكلام ده ليها ولاخوك؟ بوجه ليها إن هي، انهم عملوا شبكه ضعاره. بوجه ليها هي، انما اخوك لن تتنازل. لكن اخويا عصبي. لن اوجه له، لانه رجل قيم. تمام. الرجال قوامون على النساء. وخانك وغدر بيك وانا اوجه رساله حاجة. ايضا. تمام. عفوا نص دقيقه. الى الشعب المصري والبيوت المصريه الشريفه انها تحافظ على القيم. تمام. والمبادئ الإسلامية. ماشي يا سامح. أنا بس أنا أنت يعني ما شاء الله بليغ وبتاع، تقولي إيه لو ماما سمعنا دلوقتي؟ تقولي لها إيه؟ ولا أنت عملت كده ليه؟ بس أنا عارفة هي عملت كده ليه أصلا. ما أنت قلت الإجابة. إيه تاني يعني؟ أنا في نهاية اللقاء، من قلبك تقولي لها إيه؟ من قلبك ببساطة. والله ابعدي عننا. ابعدي عننا.